صدر برضو مؤخرا من إبراشيات عديدة في الولايات المتحدة الأمريكية بيانات خاصة بوقف الأنشطة الروحية والاجتماعية داخل الكنائس، و إلزام أو تنويه الشعب بعدم الذهاب للكنيسة حتى في القداسات، واقتصار الخدمة الليتورجية أو الصلوات على الكاهن وشماسين أو ثلاثة بالأكثر، ده وفقا لإلزامات الحكومة الأمريكية وأيضا حفاظا على صحة الشعب. معانا للتعليق على بيان أحد هذه الإبراشيات وتحديدا إبراشية الأرش ديسوس بشمال كاليفورنيا أبونا أرسانيوس حنا، وهو مسؤول العلاقات العامة بإبراشية الأرش ديسوس. نقابل أيدي وتسابونا. فعلا يا فادي، نشكر ربنا. احنا يعني بنتكلم عقوتك وسامحنا ان احنا في حالة قلق شديد جدا، وبرضو عايزين ناخد من قدسك توضيح على البيان اللي صدر مؤخرا من الإبراشية وأيضا أوضاع الكنائس تحديدا في كاليفورنيا. الناس ملتزمة؟ هل تم إيقاف الأنشطة تماما أم هناك بعض الأنشطة تمارس؟ الأمور خاصة بترجية أو قداسات وراها إيه؟ فأرجو من قدسك توضيح الأمر. هو إحنا هتكلم بالنسبة للأرش دايوسيس اللي هي على راس قداسة البابا وابونا الام سانتونيوس باقي الوكيل، في اجتماع مستمر ولسه داخلين علينا بعد شويه على طول ندخل في كونفرنس كول عشان خاطر تحديث البيان اللي صدر قبل كده اللي هو لما كان احنا هنجتمع بعد شويه على طول في كونفرنس كول متواصلين بان على تواصل مع السلطات اللي موجوده عندنا سواء الصحيه او الامنيه، ان احنا دلوقتي جزء من مجتمع كبير، احنا مش في حاجه خاصه بالكنيسه، احنا حاجه خاصه بمجتمع كبير جدا، ولابد من المعرفه في هذه الاوقات بحيث ان احنا نعدي الازمه دي. متفق جدا معتصك. انا عايز اقول حاجه، احنا عايزين نكون متاكدين تماما، لان لما نقرا في كنيستنا هنلاقي ان الكنيسه من زمان خالص عدت بفترات صعبه جدا، فترات اضطهاد، فترات اوبئه وزلات وبراكين، وهي جزء من المجتمع. عايزين نميز بين كل حاجه والتانيه. يعني مثلا لما كان في اضطهاد في الكنيسه في العصور بتاعت رومان، طلع قديس بوليكاربوس اسقف مدينه ازمير في تركيا دلوقتي وتلميذ القديس يوحنا الانجيلي، وكتب كتاب اسمه الحث على الاستشهاد، ذكر فيه ان امتى يستشهد الشخص؟ لما الكنيسه تقول في اضطهاد واقع عليها بسبب اضطهاد لمسيحها ويلا نشهد لمسيحنا، يتقدم الناس للاستشهاد. فالكنيسه واعيه، مش اي واحد هيروح يرمي نفسه في اي حته كده هيبقى اسمه شهيد. تمام. لكن لما كنت تقول ده وعي لينا، حتى على الاستشهاد بالقديس بوليكاربوس، الكتاب بتاعه جميل، يقول متى يكون الاستشهاد؟ لما كنيسه تقول احنا علينا اضطهاد، احنا ما عليناش اضطهاد، احنا الفيروس ده حاجه خاصه بالعالم كله، الناس بيساعدونا حوالينا وبيحاولوا يوصلوا لنا باي طريقه، بيحاولوا يقدموا لنا هذه المساعده، فهي حكايه مش حكايه يعني فتحه صدر، يعني لازم نروح ولازم نقف ولازم نعلن ايماننا. هو في اضطهاد اصلا مش هنعلن ايماننا؟ ايمانك تعلنه في التزامك بصلواتك، بممارساتك في البيت، بنصلي باستمرار وبنقول اغلق الباب وحاجك في ترانيم جميله. طب لو انا واقف في الصحراء، لو انا واقف في الصحراء اقول لازم يبقى في باب عشان اقفله؟ لا، هو مش حواس. طيب الكنيسة عمرها ما قالت في حاجات مادية، فاحنا عايزين نفهم بس في الفترة دي لما يكون عندنا فيروس بيهجم على البشرية كلها بكل ما فيها، لازم نعرف كيف يقاوم هذا الفيروس. لازم نعرف المعرفة أساس التحرر. لما بنعرف القانون بنعرف فائدة القانون. احنا كلنا هنا متعودين إن في ستوب ساين، ممكن الواحد يقول لا الطريق فاضي وأخدها، بنقف عطا ممكن يجي واحد في ثانيه يبقى اذى ليا. المعرفه اساس التحرر.
الفيروس ده مقاومته مش هتيجي بالعنتريات ولا بان احنا يلا ننزل ونروح. اقعد في بيتك، لان نمره واحد ما عندناش فاكسين عشان دي دلوقتي لسه بيشوفوا طرق المقاومه شكلها ايه. تمام. ساعد بالصلاه، ساعد بان انت تهرب وقت الازمه اللي هي انت مش عارف عدوك فيه ايه. يعني لما الكتاب المقدس قال اهرب لحياتك لا تقف في كل دائره، ما دي وصيه في الانجيل ربنا قال لا تقف في كل الدائره، ما تقفش، اختبئ نحو لحيظه حتى يعبروا الاسم. احنا مش بنقاوم ناس ولا بنقاوم عقيده ولا بنقاوم، احنا بنقاوم ميكروب موجود. ربنا يدي النعمه للناس ان هي تنتشر بسرعه، بيقول له اقعد في بيتك ده حرص على سلامتك. هتقفل الكنيسه هيتم من الاسباب، هيضطروا يجوا وهيضطروا ياخدوا الميجر الصحيه وهيعملوا كورنتين 14 يوم لان هم فاهمين بيعالجوا زي الفيروس، حجر صحي. وهيضطروا كل شعب الكنيسه اللي حاضر في هذا الوقت كلهم يقعدوا في حته 14 يوم. على فكره حصل في السويد يا ابونا، احد الاشخاص في كنيسه كان مصاب والنتيجه كانت ايجابيه، فتم عمل كشف على اعضاء الكنيسه. ايضا عندي خبر برضو حابب اطلع قدسك عليه، خاص ب نيو جيرسي. يعني انا الحقيقه وصل لي يعني اخبار مش كويسه ان في اصابه لاثنين من الكهنه هناك، لكن تم تعفيهم من الاصابه ديت، وواحد فيهم راجع على البيت والتاني تحت الحجر الصحي لحين الاطمئنان على صحته. اتفضل يا ابونا. الفيروس ما هواش يعني عشان نذكر اسماء اي حد. نعم. بصفه عامه هو مش خطيه الفيروس. ليه؟ لان اي حد معرض، احنا بنشوف دلوقتي فئات كثيره جدا على دافه المستويات، سواء كانوا كهنه، سواء كانوا من الشعب، سواء كانوا علمانيين، سواء كانوا رياضيين، سواء كانوا، ده حاجه عامه، دي حاجه في الهواء. يعني انا ارجو برضك ان الناس تعرف ان لو لا قدر الله اي حد اصيب، دي مش معناها تقدير منه بحاجه، بس هو الاول اعمل اللي عليك، وبعد كده اذا اصبت هنقف كلنا مع بعض. احنا بننور المرضى في البيوت، واحنا ما بنروح نزور، ما فيش حاجه خالص. بس عايز اقول يعني دي ما بيميز ما بين حد والتاني، ويمكن ده ربنا بيدينا رساله ان كل واحد فينا معرض لهذا. انت خاف على اخوك وما تقعدش تقول هو عمل وما عملش، بس دي يعني احنا عايزين نرحم ربنا في الوقت دوت، لان هي دي في ايد ربنا. اكيد. انا عايز اقول لك يا فادي، في العهد القديم في سفر صموئيل الثاني في الاصحاح 24 داوود النبي بدون ما ربنا يقول له اخطا وعدي الشعب، وكانت خطيه، هو كان عارف ان دي خطيه، لان ربنا لما طلع من ارض مصر قال لهم تعدوا الشعب، الهدف ان يعرف ان انت كنت قد ايه وبقيت قد ايه في البريه اللي ربنا حاطك فيها. ليه داوود لما كبر شويه وشعب كتر حب يعد الشعب وادرك على طول ان هو اخطا، فجاله جاد الرائي وبيقول له يا داوود، قال له اخطا، عرفت ما دام ربنا ما قالش انا اخطا، قال له طيب اختار حاجه من ثلاثه، يا اما تبقى في مجاعه 7 سنين، يا اما تبقى في تهرب قدام اعدائك 6 شهور وهم يلحقوك يعني يغلبوك، واما الوضع 3 ايام. فداود على طول قال اقطع في يد الرب لا يد انسان، وبيعلن كده ان الوضع ده هو ايد ربنا. انا عايز اقول لسبب من اول اخر، احنا مش هندور دلوقتي على الاسباب، احنا نرجع لربنا في الصلاه. الكنيسه في العصر الاول ما كانش فيه كنايس يا جماعه، ما كانش فيه كنايس، الكنيسه كانت في البيت، وعندنا قناه في حالها اسمها الكنيسه التي في بيت، مفاهيم كنسيه محطوطه. لما بتصلي في بيتك وبتذكر كل حاجه في البيت وبتعيش قوي في بيتك، وبعد كده هو تبقى انت كده كنيسه قويه. كانوا بيربوا اولادهم للاستشهاد في العصر الاول، التربيه للاستشهاد. فاحنا لازم نفكر في الموضوع بان ده حاجه من ايد ربنا، هنحاول ان احنا نختبئ مش لخوف ولا لعدم اظهار ايمان، والعكس ده ايمانك هيظهر اكثر بانك انت واثق ان بالمعرفه وبطريقه ربنا اللي هو طلب مننا. اوعى ترمي نفسك في حاجه وبعد ترجع تقول هتدمر الدنيا. يعني انت لما هتروح الكنيسه وبعد كده يحصل عدوى لاي سبب، وبعد كده كل الناس اللي كانوا موجودين يتجلوا، طب واحنا خدنا استفدنا ايه؟
طيب عشان اتسابونا حاجة. اتسابونا، انا بس عايز توضيحات. القدسك مهمه جدا، انت قدسك لسه مخلص قداس حالا، هل القداس مقتصر فقط على الكاهن واتنين شمامسه لاتمام الاسرار المقدسه، ام في سماح لبعض الشعب خالص وعدد معين من الشعب للحضور؟ خالص خالص، احنا قرار الارشدايسيس اللي اتاخد الفترة اللي فاتت يقتصر القداس على كاهن واثنين شمامسة. وعلى فكرة القرار ده اتاخد لما كان السلطات حوالينا اعلنوا بان العدد المسموح به عشرة أشخاص، عدى رقم معين عشرة اللي هو أشخاص. مثلا 10. فاحنا عشان خاطر هنجيب كم من الشعب، يعني نقول ايه كاهن واثنين شمامسه وبعد كده نيجي نقول عايزين 4 من الشعب، هتتعمل ازاي؟ تمام. احنا عملنا حاجه في كنيسه العذراء السياسي، انا بتكلم برضو ده، ولسه كمان في حاجات ممكن تتكرر تاني بعد الاعلان امبارح على ان اللوك داون بتاع كاليفورنيا كلها ال 40 مليون. مش معقوله لما يحصل لوك داون هنروح احنا نبين احنا ونروح ناخدين ونقول احنا بقى ما يهمناش. لا، احنا يعني كنيستنا عارفه يعني ايه، اولا تامين صحي شكله ايه، وكلنا مفتخرين بان احنا عايشين كمناطق تهتم بصحه، تمام فما نجيش في الوقت دوت ونهمل كل شيء. تمام. كان اللي قداس كاهن واثنين شمامسه وعاملين نظام بان اي حد محتاج للتناول يتفضل يقول، وعاملين زي اونلاين كده دوت يقول ان هو عايز ايه. النهارده وانا مخلص القداس اهو، اب كاهن واحد بس معانا اخد 25 مناوله وطلع دلوقتي بيناول فيهم. ليه؟ ناس محتاجين، احنا ما انت عندناش قصد مناسبات ان هو كتير. بيناول دلوقتي في البيت للناس فرد بفرد يعني. ايوه طبعا، احنا في الشارع دلوقتي، يعني مش احنا مش بعاد ولا حاجه، احنا يعني انا واقف بالعربيه عشان اكلمك، احنا رايحين نناول ناس تعبانه وخليها في البيت، بنقلل طبعا وبناخد حرص جامد جدا جدا جدا، وبننظف ايدينا وبنعصم ايدينا وكل التعليمات اللي بيقولوها والصابون والسانيتايزر وكل حاجه، وبنهتم بصحه الناس. يعني لازم نعرف ان الايمان يفوق العقل من ناحيه ايه؟ من ناحيه ان انا اعدي على العقل الاول وبعد كده اكسيد العقل للايمان. فلو ما معديتش على العقل الاول يبقى ما فيش ايمان. طيب انا بعدي على العقل الاول. طيب انا بس كان في توضيح تاني محتاج اعرفه من قدسك، يعني هل في طريقة للشعب ان هو يتابع الانشطه؟ يعني انا مثلا هكلم مع قدسك في بعض امثله الكنائس، الكهنه فيهم بيصدروا مثلا مره او مرتين في الاسبوع وعظات لايف على السوشيال ميديا او عن طريق القناه بتاعه الكنيسه او صفحتها على السوشيال ميديا على الفيسبوك مثلا، وعظات. فالمفروض هنا بيرسلوا الرساله دي لكل افراد شعبهم، شعب الكنيسه ديت، فبيستمعوا للوعظات ديت وهم كده كده قاعدين في البيت عن طريق الكونفرنس او عن طريق الفيديوهات اللي بتتصور. هكذا برضو ده بعض فعلا الكنائس اللي عندها احنا لايف اتفقنا ستريم عليه. بتصور القداسات والناس بتتابع القداسات من خلال بيوتها. قدسك عرفت من ضمن كلامك ان في بعض الكنائس بتاخد مناولات، انت اتكلمت في تعداد حوالي 25 مناوله النهارده بيتم توزيعها على بعض اسر في البيت. هل هناك اي توضيحات اخرى عشان نفيد بيه شعب الكنيسه؟ هقول لك حاجه، احنا ده الاعتراف اللي مثلا. اتفقنا عليه في الارش ده، في الارش دايسيس اللي اتفقنا عليه، اتفقنا على كل الخدمات تتم فيرجوال، يعني من خلال المواقع. فبيتم الاتي: اجتماع درس الكتاب الشباب والاولاد عاملينه اونلاين مع بعض. امبارح مثلا كان عندنا اجتماع العام، الناس اللي دخلت على العظه، والعظه على فكره موجوده وانا حتى برصيتها وعلى اليوتيوب، الناس اللي دخلت على العظه يفوق بكثير جدا الناس اللي بتيجي الاجتماع. يعني الاجتماع لو كان تيجي فيه 20 30 بيدخل على العظه 80 90. كويس. كويس. بالنسبه للاعترافات، ما احنا كنيسه واعيه، يعني لما بيكون واحد مثلا محتاج لاعتراف، ما الانبا موسى نيابه الحبر الانبا موسى كان بيقول لنا في مره التواصل حرف الاعتراف، اذا كان في ظروف خاصه الواحد فممكن ياخد اعترافاته بالتليفون، ايه المشكله؟ تمام. احنا بنتكلم مع بعضين. كل حاجه القداسات عندنا كل يوم قداس في الصوم الكبير، محافظين على القداس، قداس في عظه. يعني النهارده انا كان عندي قداس واقف على ما فيش حد قاعد في الدكه بوعظ، تمام، لان انا ايماني بان الناس قاعده في اماكنها وموجوده وبكلمهم اكنهم موجودين، كل حاجه موجوده. طيب ده كويس. بس هي الفكره كلها الحكمه تقتضي ان انت تقعد في البيت، اولا في تامين لاسرتك،
اسرتك محتاجه لك، لو اي حد فينا لا قدر الله هتبقى يعني ما نحبش حد يعني نفقده، عايزين كلنا نبقى موجودين. تمام. يعني الحكمه بتقول ان دخل العلم جنب الايمان عشان خاطر نقدر نعدي التجربه ديت. اللي حوالينا بيساعدونا، ما فيش حد عايز يقفل لنا كنايس، لكن لما يلاقيك ان انت بتعمل حاجه غلط وتدمر الناس مش هيسمحوا بيها، ده كويس، هيقفلوها وهيعملوا غرامات. طيب كل ده كويس، احنا كل ده هناخده في الاعتبار، وانا بشكر قدسك وكل كهنه الكنيسه القبطيه سواء في مصر او في الخارج بالاحتياطات الصحيه اللي هم التزموا بيها، ان كان عن طريق توجيهات الدول اللي هم فيها او عن طريق ارشادات الكنيسه، حفاظا على سلامه الجميع مع استمرار سر تناول المقدس داخل الكنائس، ولكن يقتصر على كاهن واثنين شمامسه لاتمام هذه الخدمه ومتابعه أيوة. هذه الخدمه من خلال الشعب. ايضا يمكن التناول وفقا لاحتياج الشعب او احتياج الناس، تواصل مع الكاهن بالتليفون وتقديم ليهم سر التناول عن طريق زيارتهم في منزلهم فرد بفرد، واتمام سر التناول ايضا هكذا الاعتراف يكون بالتليفون، والوعظات تكون عن طريق الفيديوهات المنتشره على السوشيال ميديا، وان شاء الله ربنا يعدي الفترة دي بسلام. أنا بشكر جدا قدسك قدس أبونا شكرا. أرسانيوس حنا مسؤول العلاقات العامة بإبرشية الأرش دايسوس، وأيضا كان كنيسة العذراء بسياتل واشنطن سياتل. شكرا جدا قدسك.